منصة الشباب بإقليم بوجدور التي تم إحداثها ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت فضاء لدعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب. المنصة تهدف إلى تقوية وتعزيز المهارات والقدرات المهنية للشباب الباحثين عن عمل وبلورة المشروع الشخصي والمهني، وتوجيه الشباب إلى مسارات المقاولات والتشغيل الذاتي والمساهمة في استقلالية الشباب وتمكينهم من الآليات والأدوات الكفيلة بتحقيق ذواتهم. هذه المنصة توفر على مجموعة من الفضاءات، فيها فضاء الاستقبال وفضاء التوجيه. وهذه المنصة تم تسجيل، خاصة منصة بوجدور، تم تسجيل فيها تسجيل ما يناهز 830 شاب، وتم مواكبتهم في جميع المشاريع من خلال 52 دورة تكوينية في مختلف المجالات في محور ريادة الأعمال وكذلك الاقتصاد الاجتماعي. وتهتم المنصة الشبابية بمجالات تتعلق بدعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب وقابلية التشغيل لدى هذه الفئة وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تقديم دعم مالي وتقني قدره 11 مليون درهم لإنجاز 52 مشروعا لفائدة 314 مستفيدا بإقليم بوجدور. بالنسبة للإضافات اللي غادي تعطيني المنصة، بزاف ديال الإضافات. منها أول كحاجة أولى كان دراسة المشروع، كتقدم لنا كيفاش ندرسوا المشروع ديالنا باش يكون ناجح وباش يكون عنده قيمة مضافة في المدينة، وباش حتى التمويل ديال المشروع يكون تمويل اللي هما غادي يديروا ليه المواكبة والمسايرة ديالو باش يقدر يواكب الشأن التطورات في المجتمع ويقدر النجاح ليا. المشروع ديالنا هو دعمتنا المبادرة في مختبر التصوير الرقمي. المشروع ديالنا الحمد لله بفضل الدعم ديال المبادره راه غادي مزيان الحمد لله، كنتمنوا ان شاء الله مستقبلا للتوسعه باش نزيدوا لقدام. المرشحون المقبولون في المرحلة النهائية يستفيدون من دعم تقني في مجال تطوير قدرات الإنتاج ودعم مالي بالنسبة للمشاريع المنتقاة في حدود 60% من الكلفة الإجمالية للمشروع.